أشاد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية بالدور الكبير لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية وجعل شباب البحرين في مصاف شباب دول العالم تحقيقا للإنجازات مهنئا سموه الشيخ ناصر بن حمد بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يصادف يوم 12 من أغسطس. وأكد سمو الشيخ خليفة بن علي أن سموه حقق العديد من الإنجازات التي نفخر بها والتي رفعت اسم مملكتنا الغالية عاليا في العديد من المنافسات الإقليمية والدولية الكبرى، مشددا سموه بأن سمو الشيخ ناصر بن حمد قدوة للشباب البحريني في تفانيه وعمله الدؤوب لوطنه والداعم الأول لهم من خلال إيجاد سموه للبرامج والمراكز والفعاليات النوعية الرامية لتمكين الشباب، إيمانا من سموه بأنهم الثروة الحقيقية للوطن.